بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين المبعوث رحمة للعالمين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحديث الآتي وضعه الإمام البخاري في باب، قال في ترجمته: باب الصلاة في الكعبة، يعني المكان الذي في الكعبة وكانت فيه صلاة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يورد الحديث قائلا: حدثنا أحمد بن محمد، أخبرنا عبد الله، أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا دخل الكعبة مشى قبل الوجه حين يدخل ويجعل الباب قبل ظهره، يعني يجعل باب الكعبة في ظهره ويمشي حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من 3 أذرع، فيصلي، يتوخى المكان الذي أخبره بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه، وليس على أحد بأس أن يصلي في أي نواحي البيت شاء. هذا الحديث يطلعنا على ما كان عليه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من تحري ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء به في كل حركاته وسكناته وعباداته، حتى المكان الذي كان يصلي فيه، إذ أنه سأل من كان دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة وهو بلال، وعرف أنه في هذا المكان الموصوف كما جاء في الحديث بأنه جعل باب الكعبة خلف ظهره ومشى إلى أن كان بينه وبين الجدار 3 أذرع فصلى. وهذا التحري، مع أنه من المعلوم أنك إذا صليت في أي نواحي البيت جاز، ولكنه يريد أن يتحرى الموقف الذي وقف فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن يضع قدميه مكان موضع قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا سلوك من؟ واحد من كبار الصحابة الأجلاء، يرينا أن آثار الرسول عليه الصلاة والسلام لها فضلها ووزنها وأهميتها.
ومن هنا حرص على التدقيق والتحقيق للموقف الذي وقفه. ما الدافع لهذا؟ حب الصحابة لرسولهم صلى الله عليه وسلم، هذا الحب الذي هو جزء من العقيدة وعنصر من عناصر الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. يكون أحب إلينا من كل شيء. ولو آثرنا غيره لما كنا كاملين في الإيمان. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. محبته مقدمة حتى على نفسنا، كما قال لسيدنا عمر: حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: والله يا رسول الله إنك لأحب إلي من كل شيء حتى من نفسي التي بين جنبي. فقال له: الآن يا عمر، أي الآن كمل إيمانك، صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. ونلاحظ في هذا الحديث أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا دخل الكعبة مشى قبل الوجه حين يدخل، ويجعل الباب قبل ظهره، باب الكعبة، يمشي حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من 3 أذرع، فيصلي، يتوخى المكان الذي أخبره بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه. وهل لا تصح الصلاة إلا في هذا المكان؟ طبعا لا، ليس على أحد بأس أن يصلي في أي نواحي البيت شاء، ولكنه التبرك والاقتداء والتأسي والحب لرسولهم صلى الله عليه وسلم. مشى في المقابل للوجه حتى يدخل، ويجعل البيت قبل الباب قبل الظهر حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل الوجه قريبا من 3 أذرع، أو كما في الرواية 3 أذرع بحذف التاء من 3، وفي رواية 3 أذرع قال بعض العلماء: فينبغي لمن أراد الاتباع في ذلك، لمن أراد الاتباع، يقول العلماء: فينبغي لمن أراد الاتباع والاقتداء والائتساء بالرسول عليه الصلاة والسلام، فينبغي لمن أراد الاتباع في ذلك أن يجعل بينه وبين الجدار 3 أذرع. ما الذي يترتب على ذلك؟ يجعل بينه وبين الجدار 3 أذرع، فإنه يقع قدماه في مكان قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يصل بالضبط إلى المكان الذي وقف عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، وحينئذ يضع قدميه مكانه، فيصلي حال كونه يتوخى المكان الذي أخبره بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه، يقصد المكان. قال ابن عمر رضي الله عنهما:
وليس على أحد بأس أن يصلي في أي نواحي البيت شاء، أي إذا كان الباب مغلقا. وهذا يوضح لنا أن جميع الجهات جائزة، ولكن التحري والتدقيق لأن يصل إلى هذا المكان دافعه حب الاقتداء والتبرك بالآثار النبوية الشريفة، حتى المكان الذي وقف فيه الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم، حتى المكان الذي وضع قدميه الشريفتين يقف مكانه، يتحراه، يقصده، يسعى إليه حبا واقتداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فيستنبط من هذا الحديث أولا أن الشافعية رأوا استحباب الصلاة في الكعبة، مذهب الشافعية استحباب الصلاة في الكعبة، وهذا واضح في النفل ويلحق به الفرض، إذ لا فرق بينهما. ده رأي الشافعية، لا فرق بينهما في مسألة الاستقبال للمقيم، وهذا هو قول الجمهور ومشهور مذهب المالكية، جواز أن تصلي السنة في الكعبة وفي الحجر لأي جهة كانت، وأما الفرض والسنن المؤكدة كالوتر والنافلة المؤكدة كالفجر فلا يجوز، وإيقاع شيء منها فيهما وهو مذهب المدونة، فإن صلى الفرض فيهما عاد في الوقت. وعن ابن عباس لا تصح الصلاة داخلها مطلقا، لأنه يلزم من ذلك استدبار بعضها، وقد ورد الأمر باستقبالها فيحمل على استقبال جميعها. أراء، لعل مذهب الشافعية يتسق مع ظاهر الحديث ومحتواه. كما يستنبط من هذا الحديث ثانيا حرص الصحابة رضي الله عنهم على قصد التأسي والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هذا في مسألة الوقوف وفي مكان يصلى فيه، فأولى بذلك في سائر عباداته ومعاملاته وأخلاقه وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيستنبط من هذا الحديث أن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرص عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين حرصا شديدا وأكيدا، لدرجة أنهم كانوا يحرصون على مكان وقوفه وعلى مكان دخوله وعلى مكان وضع قدميه الشريفتين صلى الله عليه وسلم. وهذا يجعلنا نقول فمن باب أولى الاقتداء به في جميع أقواله وأفعاله وأحواله وصفاته وتقريراته صلى الله عليه وسلم. ورب العزة أمر بذلك، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الذي يريد أن يحظى بهذا يكون اقتداؤه برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أجل ذلك
كانوا يتواصون فيما بينهم على الحرص على الاقتداء به والتعرف على مكانته وعلى منزلته، حتى إن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه غدا لحق الرسول صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، كان يؤكد على هذا ويوضح مكانة الحبيب الشفيع ومنزلته ووجوب الاقتداء به صلى الله عليه وسلم، قائلا: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد كان جذع تخطب الناس عليه، فلما كثر الناس اتخذت منبرا لتسمعهم، فحن الجزع وبكى وظل يبكي حتى وضعت يدك الشريفة عليه فسكن، فأمتك أولى بالحنين إليك لما فارقته. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد بلغ من فضيلتك عنده أن ذكرك حين ذكرك أول الأنبياء، مع أنه بعثك آخرهم وخاتمهم، لكن حين ذكرك ذكرك أولهم، فقال: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد بلغ من فضيلتك عنده أن أهل النار وهم بين أطباقها يعذبون يتمنون أن يكونوا قد أطاعوك، يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد بلغ من فضيلتك عنده أن اتبعك مع قصر عمرك أكثر ممن اتبع نوحا مع طول عمره. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لئن كان الله أعطى سليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، فما ذاك بأعجب من البراق حين سريت وصعدت وعدت تصلي من ليلتك بالأبطح. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لئن كان الله أعطى موسى حجرا تنفجر منه الأنهار، فما ذاك بأعجب من الماء حين نبع من بين أصابعك الشريفة. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لئن كان الله أعطى عيسى إبراء الأكمه والأبرص بإذن الله وإحياء الموتى بإذن الله، فما ذاك بأعجب من الشاة المذبوحة المسلوخة المشوية التي دست المرأة اليهودية فيها السم لتختبرك إن كنت نبيا أم لا، فكلمتك الشاة وقالت: لا تأكلني فإني مسمومة. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لو لم تجالس إلا كفءا لك ما جلستنا، ولو لم تواكل إلا كفءا إليك ما وكلت إلينا، ولو لم تنكح إلا إلى كفء إليك ما نكحت إلينا، ولكنك جالستنا ووكلتنا ونكحت إلينا وركبت الحمار وأردفت خلفك ووضعت طعامك على الأرض تواضعا منك يا سيدي يا رسول الله. بهذه الكلمات الخاشعة التي تومئ إلى مكانة الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم وإلى منزلته العالية ودرجته السامية عند رب العزة سبحانه وتعالى، كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يعرف الناس غداة لحوقه بالرفيق الأعلى، يعرفهم مكانته ليظلوا متمسكين بهديه ومقتفين آثاره ومهتدين بما جاء به.
ومتمسكين به إيمانا بالله سبحانه وتعالى الذي أمرهم بذلك وبما أمرهم به رسولهم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. فصلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، يا رحمة ربنا المهداة، ويا نعمته المسداة، ويا خير خلق الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.